بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات بدأنا في موضوع الإهلاك، ولأنه موضوع مهم بنكمل فيه في الفيديو ده. برضو هنجاوب على باقي أسئلة المعايير، وهنحل ونشرح باقي طرق الإهلاك، ونشوف إمتى نستخدم كل طريقة وإيه هي الطريقة الأمثل. زي ما أنت شايف، واللي ما شافش الفيديو اللي فات، دي الأسئلة اللي احنا كنا بنجاوب عليها في الفيديو السابق. زي ما أنت شايف هو جاوبنا على كل الأسئلة دي. في الفيديو بقى اللي احنا فيه بنكمل باقي الطرق وهنجاوب على باقي الأسئلة دي. فاحنا كنا بدأنا بطريقة القسط الثابت وحلينا على تمرين، وبعدين حلينا حالة عملية طبقا للمعايير اللي هي قدامك دي. دلوقتي بقى بنكمل في الطريقة الثانية، وهي طريقة القسط المتناقص، وطريقة مهمة جدا جدا. من اسمها الطريقة دي قسط متناقص، يبقى الإهلاك بينقص كل سنة. يبقى أنا ببدأ بإهلاك كبير وبعد كده أبدأ أنقص الإهلاك كل سنة. طيب ليه بقى يعني ليه بعمل كده؟ بص يا حضرات، أغلب الأصول منفعتها في بداية سنينها بتبقى أكبر من منفعتها في آخر السنوات، والإهلاك بيقابل منفعة. يعني إيه الإهلاك بيقابل منفعة؟ أقول لك ببساطة كده. أنا مثلا عندي آلة أهوت لسه شاريها، جيت في أول سنة الآلة بقى لسه جديدة، كنت بشغلها 24 ساعة في اليوم، 3 ورديات في اليوم، يبقى هحصل منها على أقصى منفعة ممكنة. وطالما خدت أقصى منفعة ممكنة، يبقى الآلة بدأت حالتها تقل. ما أنت مشغلها 24 ساعة فحالتها هتقل، ده يبقى الإهلاك يكبر. يبقى كل ما المنفعة زادت كل ما الإهلاك يحصل له يزيد، لأن الأصل بستنفع منه أكثر يبقى بيهلك بدرجة أكبر. عشان كده دي طريقة طبعا افضل شويه من الطريقه اللي فاتت. الطريقه اللي فاتت ميزتها السهوله والبساطه، لكن دي طريقه منطقيه واكثر عداله، وبنستخدمها اكتر في الالات والسيارات لان منفعتها بتقل بدرجه اكبر، وكذلك الحاسبات الاليه. انا اللي بكتب ورايا يضيف الحاسبات الاليه. طيب بنحسبها ازاي بقى؟ بنجيب تكلفه الاصل التاريخيه ناقص مجمع الاهلاك وليس الخرده، ونضرب في مضاعف معدل الاهلاك. بنضاعف المعدل. ليه بنضاعف المعدل؟ برضه انا عايزك تفهم، بنضاعف المعدل عشان الإهلاك قيمته تزيد. ما أنا عايزه يبقى زيادة في السنوات الأولى اللي أنا فيها منافع أكبر. طيب تعال نحل مسألة كده. طبعا عيب الطريقة دي إن هي بتاخدش خردة في الاعتبار، وهقول لك العيب ده هيظهر معانا إزاي في التمرين. وبقول لي في الحالة السابقة، عيد الحالة. الحالة السابقة ديت لو نفتكر مع بعض، كنت أنا شاري أصل ب 49,000 وركبته ب 1000، يبقى تكلفته 50,000 زي ما اتفقنا. عمره الإنتاجي 5 سنوات، والخردة بتاعته 5000. خدت البيانات خلاص، 50,000، 5 سنوات، والخردة 5000. نيجي بقى للطريقة بتاعتنا القسط المتناقص. أول خطوة بنعملها بنجيب المعدل. طبعا معدل الإهلاك 1/العمر، 1/5 يدينا 20%. ما هي 100% فيها 5 مرات 20%. ما أنا عايز أهلكه على 5 مرات أو 5 سنين، أوزع تكلفة الأصل على مدار عمره زي ما اتفقنا. هضرب في 2، دي قاعدة ثابتة، يدينا 40%. طيب وبعد كده أعمل إيه؟ السنة الأولى تكلفة الأصل التاريخية 50,000. طب ومجمع الإهلاك؟ مفيش، لسه أنا أصلا ببدأ أحسب الإهلاك أهو، مفيش، يبقى ناقص صفر. فـ 40% يدينا 20,000. يبقى أول سنة لوحدها اتهلك من الأصل 20. شفت بقى؟ عشان كده قسط متناقص. السنة الثانية بقى أبدأ برضه بالـ 50,000 ناقص مجمع الإهلاك اللي هو ال 20,000 في 40% في اللي هو 40% ادينا 12,000. اه بص الإهلاك قل، يعني بيقل اهو. ثالث سنة 50,000 ناقص 12، لا أنا بقول لك ناقص مجمع الإهلاك. المجمع كان 20 أو الإهلاك كان 20 والسنة الثانية 12، يبقى المجمع 32 في 40% يدينا 7,200. السنة الرابعة هطرح 39,200 اللي هم ال 32,000 بتوع أول سنتين زائد 7,200 يدينا 39,200 في 40% ثابتة يدينا 4,320. طب والسنة الخامسة؟ لا، السنة الخامسة لو كملت بنفس الحل ده هيبقى عندي مشكلة في السنة الأخيرة، هتشوف ازاي دلوقتي. لأن أنا لو حليت بالطريقة اللي أنا بحل بيها دي، الخردة مش هتبقى أو القيمة الدفترية مش هتبقى 5,000، وأنا عايز القيمة الدفترية في نهاية السنة الأخيرة 5,000 لأن الخردة 5. طيب ليه الخردة ما بتبقاش 5 في الطريقة دي لو أنا كملت حل الإهلاك السنة الخامسة؟ لأن أنا مش حاطط أصلاً في معادلتي خردة. يعني القسط الثابت فيه خردة في المعادلة فبتظبط لوحدها، لكن الطريقة دي ما فيهاش في القانون بتاعها خردة، فهتظبط إزاي؟
تعال نشوف بقى القيمه الدفتريه هتيجي ازاي، ونشوف السنه الخامسه هتتعمل ازاي. طبعا تكلفه الاصل التاريخيه ثابته في الخمس سنين، الاهلاك جبته بتاع اول اربع سنين، سيب السنه الخامسه في حالها دلوقتي. مجمع الاهلاك طبعا اول سنه بحط ال 20، ثاني سنه 20 و12 32، ثالث سنه 32 زائد 7 239 200، رابع سنه بضيف ال 4 320 يدينا 43 520. القيمه الدفتريه بتيجي ازاي؟ تكلفه الاصل التاريخيه ناقص مجمع الاهلاك زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، يبقى 50000 ناقص 20000 30000، 50000 ناقص 32000 18، وهكذا وصلنا للسنه الرابعه. بص يا حضرات، لو انا كنت جبت الاهلاك بنفس الطريقه اللي فاتت بنفس المعادلات يعني بتوع الاربع سنين، كانت السنه الخامسه القيمه الدفتريه مش هتبقى 5000، لان انا قلت لك القانون ما فيهوش خرده. فبنروح عاملين ايه بقى؟ السنه الخامسه بتتعالج بصوره مختلفة شوية، اللي هي ايه؟ مبدأ من الشمال لليمين. مش أنا عايز القيمة الدفترية في السنة الأخيرة تبقى 5، خلاص حطها 5000، ليه الخرد؟ طيب يبقى في الحالة دي المجمع قد إيه؟ مش أنت عندك إن التكلفة التاريخية ناقص مجمع الإهلاك يدينا الخردة؟ أو الدفترية يعني؟ التكلفة التاريخية ناقص المجمع بيدينا الدفترية. طيب أنا عندي المجمع 45، قصدي عندي التكلفة التاريخية 50 والدفتريه 5، يبقى لازم المجمع يبقى كام عشان المساله تظبط؟ يبقى 45000. في الحاله دي الاهلاك يبقى كام؟ فكر بقى كده. مجمع اهلاك السنه الرابعه 43520، وانا خليت السنه الخامسه 45000، يبقى الاهلاك كام؟ ما انت عارف ان مجمع الاهلاك بيزيد باهلاك العام، فهو كان 43520، عايز كام السنه الخامسه يبقى 45؟ عايز 1480. هطرح اخر مجمعين يدينا اهلاك السنه الخامسه. يبقى الطريقه دي فيها مشكله بس في حساب السنه الاخيره، تمام، لكن هي طريقه طبعا كويسه جدا. الطريقه الثالثه مجموع ارقام السنوات. الطريقه دي انا يعني بشرحها بشكل مختلف شويه. الطريقه دي من الاخر يا جماعه، فاكر في سنه اولى لما كان بيقول لك راس المال كليه مليون وهتوزعه بنسبه 1 إلى 2، كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح قايل 1 زائد 2 يدينا 3، ومليون في 1 على 3 اللي هو التلت، ومليون في 2 على 3. فاكر؟ هو ده اللي انا هعمله. هقول لك مثلا عمر الاصل 4 سنين، هنروح موزعين تكلفه الاصل على عدد السنوات، على عدد السنوات اسف، بنسبه 4 إلى 1، 4 3 2 1. يبقى لازم نجمعهم زي ما كنت بجمع الواحد واثنين في سنه اولى او ثانيه حسب بقى اللي درس محاسبه شركات في سنه كام. يبقى 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1 يدينا 10. يبقى السنة الأولى هتتهلك 4 على 10، السنة الثانية 3 على 10، وهكذا. طب ليه ما ببدأش ب1 على 10؟ ليه ببدأ ب4 على 10؟ ها، مش لأن دي إحدى طرق القسط المتناقص، فأنا عايز أول سنة هي اللي يبقى إهلاكها أكبر، يبقى أبدأ ب4 على 10، 3 على 10، 2 على 10، 1 على 10 في السنة الرابعة. تمام؟ بس لازم إيه؟ ها؟ بضرب برضو الحاجات دي في إيه؟ في طبعًا القيمة القابلة للإهلاك اللي هي تكلفة الأصل ناقص الخردة. رجعنا للطريقة الأولى تاني، تكلفة الأصل ناقص الخردة. تعال نشوف المثال بتاعنا، هو نفس المثال بحل عليه كل إيه؟ الطرق عشان نفرق بين الطرق وبعضها. تمام؟ المثال اللي فات كانت التكلفة 50000 والخردة 5000، يبقى القيمة اللي هتتهلك 45000. وكانوا 5 سنين، فهقول 5 إلى 4 إلى 3 إلى 2 إلى 1 مجموعهم 15. يبقى اهلاك السنة الأولى كام؟ ها؟ 45000 في 5 على 15، 45000 السنة الثانية في 4 على 15، لحد ما وصل للسنة الخامسة في 1 على 15. هتلاقي الإهلاك عمال ينقص أهو، كان 15 بقى 12 بقى 9 بقى 6 بقى 3، بيقل بصورة منتظمة، عشان كده هو بيناسب الأصول اللي تكلفتها أو إهلاكها بيبقى بصورة منتظمة، أو منفعة الأصل بتقل بصورة منتظمة. تمام؟ جدول الاهلاك برضو بتاع كل مره اهو، الاهلاكات حطيناها، مجمع الاهلاك بنجمع، 15 تنزل، 15 و12 27، 27 و9 36، وهكذا وصلت للمجمع كام في السنه الاخيره؟ ها؟ 45000. حل صح، لان في السنه الاخيره لما تيجي تجيب الدفتريه هتقول 50000 ناقص 45000 يدينا 5000. يبقى ليه اول وثالث طريقه جابوا القيمه الدفتريه لوحدهم؟ لان قانونهم فيه الخرده. انا عارف الخرده قد ايه فهوصل للخرده. لكن الطريقة الثانية القانون ما فيهوش خردة، فعشان كده أنا اللي بعمل السنة الأخيرة بنفسي، ما بعملهاش بالمعادلة. تمام؟ نيجي للطريقة الرابعة، طريقة مهمة جدا وأنا بحب الطريقة دي، بعتبرها من أكثر الطرق عدالة. الطريقة دي اسمها إيه؟ طريقة وحدات الإنتاج. يعني إيه وحدات الإنتاج؟
يعني بحسب الإهلاك على أساس ما تم تشغيله من الأصل خلال العام. إيه الكلام ده؟ إزاي يعني؟ يعني أنا مثلا بشوف عربية مثلا مكتوب في الكتالوج بتاعها إن أنا لما اشتريت عربية إن العربية دي هتمشي 1,000,000 كيلو، وأنا شاري العربية دي مثلا بنص مليون، حلو؟ يبقى إذا كل كيلو بيمشي بيكلفني 0.5 جنيه، ما أنا شاريها بنص مليون وهتمشي 1,000,000 كيلو لحد ما تبقى خردة بقى وتتباع خردة أو أغير كل حاجة فيها عشان تمشي بعد كده يعني. المهم ف 500,000 جنيه على 1,000,000 يدينا إيه؟ 0.5 جنيه لكل كيلو، تمام؟ معناها إن الكيلو بيكلفني 0.5 جنيه. أنا بقى أول سنة مشيت بالعربية كام كيلو؟ مشيت 200,000 كيلو مثلا، يبقى 200,000 كيلو والكيلو بنص يدينا 100,000 جنيه، يبقى أحسب الإهلاك 100,000 جنيه. تاني سنة مشيت 150,000 كيلو، أروح ضرب في 0.5 جنيه يدينا 75,000 الإهلاك. إذا الإهلاك مرتبط ارتباط مباشر بإيه؟ بمنفعة الأصل وما قدمه الأصل ليا خلال كل سنة. عشان كده الطريقة دي كويسة. هي عيبها إيه بقى؟ تعتمد شوية على التقديرات. تعتمد على التقديرات، طب ما الطرق اللي فاتت بتعتمد على التقديرات. الخردة دي مش تقدير. عمر الأصل نفسه مش تقدير. فأنا في رأيي أن هذه الطريقة أفضل الطرق. وبتناسب أي أصل قادر أحدد منفعته الإجمالية التقديرية. مش بس زي ما بيتقال في الكتب المناجم ومش عارف إيه والبترول، لأ، هي تناسب أي، بتناسب السيارات زي ما أنا قلت لك أهو، بس أبقى عارف إن العربية دي آخرها معايا كام كيلو، الآلة دي آخرها معايا كام ساعة تشغيل. يبقى إذا بنحل الطريقة دي على مرتين. إزاي؟ تعال نشوف دلوقتي. افترض في التمرين اللي فات ان انا قادر احدد ان الآلة متوقع ان تعمل 20,000 ساعة، يعني هي تشتغل 20,000 ساعة وتبقى خردة خلاص مش هقدر اعمل بيها حاجة. وفي العام الاول بلغت ساعات التشغيل 6,000 ساعة، شغلت الآلة 6,000، بعدين 5.5، وبعدين 4، وبعدين 3، وبعدين 1,500. احسب الإهلاك بالراحة يا حضرات. انا الآلة دي شاريها ب 50,000، خردتها او القيمة الباقية بتاعتها 5,000، يبقى هتكلفني 45,000. هي هتشتغل كام ساعة؟ 20,000 ساعة طول عمرها. يبقى إذا الساعة بتكلفني 2 جنيه وربع. قسمت 2 جنيه و25 من 100، 2 جنيه وربع. وكل ساعة تشغيل الآلة بتكلفني من جيب 2 وربع، قسمت أهو. طب أنا أول سنة اشتغلت كام ساعة؟ قادر أحددها، دي مش تقديرية بقى، من باجي آخر السنة أبقى عارف أنا شغلت الآلة كام ساعة. شغلتها 6,000، 6,000 في 2 وربع 13,500. طب تاني سنة شغلتها كام ساعة؟ 5.5، يبقى 5.5 ساعة في 12,375. إذا الإهلاك مرتبط ارتباط مباشر بالمنفعة، وأنا شايف إن دي أفضل طرق الإهلاك. تمام؟ الطريقة الأخيرة اللي هي اسمها طريقة إعادة التقدير، طريقة سهلة جدا، دي اللي هي مثلا العدد والأدوات اللي هي إيه؟ كثيرة العدد قليلة القيمة. مش هفضل بقى أمسك كل عدة لوحدها وأهلكها، ولا ده أنا بعمل إيه؟ باجي اول سنه بيجي مهندس يبص في المخزن بتاعي، العدد اللي عندي دي قيمتها 100,000، خلاص استخدمتها خلال السنه وبتاع واللي اتهلك واللي باظ واللي اترمى. باجي اخر السنه نفس المهندس ده بيجي يقول لي لا، العدد دي بقت 80,000، لو بعناها هتتباع ب 80 مثلا، يبقى اتهلك منها كام؟ 20,000. دي مش محتاجه مثال، المثال اللي قلته لك اهو. يبقى الاهلاك في الطريقه دي بيساوي الفرق بين التكلفه اول واخر العام. تمام؟ نشوف بقى شويه اسئله كده. ايه العلاقه بين الطريقتين اللي فاتوا دول، طريقه عدد التقدير وحالات الانتاج؟ العلاقه ان الطريقتين بيعتمدوا على اللي استنفعته من الاصل خلال السنه. الطريقتين عملوا كده على فكره، يعني طريقه وحدات الانتاج بنشوف الاله اشتغلت قد ايه خلال السنه، طريقه عدد التقدير بنشوف المنفعه اللي قلت من الاصل خلال السنه، او قيمه الاصل قلت بكام خلال السنه. شبه بعض شويه. ما هي الطرق التي لا تتاثر بالشهور لجزء من السنه؟ بص يا جماعه، اول 3 طرق شرحتهم دول، لو انا شاري الاصل يوم 1/4 يبقى عشان اهلكه لاخر السنه كده 9 شهور، عد كده من 1/4 لاخر السنه تلاقيهم 9 شهور، يبقى لازم اضرب في 9 على 12، ما انا ما استخدمتش الاصل ايه سنه كامله. لكن اخر 3 طرق انا شرحتهم دول لا يتاثروا بالزمن، عشان كده انا بحب الطريقه الرابعه دي بالذات، مالهاش علاقه بالزمن، لا علاقه بتشغيل الاصل. يعني انا الاصل مشغله يوم 1/4، مش فارقه، انا اللي يهمني من 1/4 لاخر السنه الاله اشتغلت كام ساعه، العربيه اشتغلت كام كيلومتر، ده اللي يهمني. تمام يا حضرات؟ يبقى اخر 3 طرق لا يتاثروا بالمدد، مفيش فيهم زمن اصلا، لكن اول 3 طرق بيتاثروا بالزمن. هل المعايير نصت على نسب معينه للاهلاك؟ لا، ادتك الحريه، قالت لك انت براحتك شوف اصلك ده عايز تهلكه على 10 سنين يعني 10%، ولا 5 سنين 20%، وهكذا. لكن قانون الضرائب حط نسب ثابته، ده موضوع تاني.
ده موضوع تاني. هل المعايير نصت ان احنا نستخدم طريقه معينه؟ الحقيقه المعايير ذكرت ثلاث طرق: القسط الثابت لما اول طريقه، وثاني طريقه اللي هي الاهلاك المتناقص، والطريقه الرابعه اللي هي وحدات الانتاج، ولكن هي ما الزمتش بالثلاث طرق دول، هي قالتهم كامثله. يبقى معنى كده هم دول افضل ثلاث طرق او هم المتداولين، لكن مش معناها ان انا استخدم دول بس، يبقى المعايير ما الزمتنيش بطريقه معينه. متى تهلك الارض؟ الاراضي طبعا لا تهلك، الارض تهلك في حاله واحده او حالتين. الحاله الاولى لو الارض دي اراضي بيسموها طرح البحر، يعني جنب ايه البحر، فمعروف ان البحر بياكل من الارض مع مرور الفترات. يعني لو الارض بتاعتي جنب البحر ممكن اهلك الارض دي، لان البحر بيسحب من الارض بتاعتي دي كل شويه، تمام. في حاله تانية برضو لو الارض دي في باطنها بترول، يبقى باطن الارض هيتهلك، لكن الارض نفسها المستويه ما اهلكهاش الا لو باطن الارض هياثر في الارض المستويه اللي هي فوق. فاهمني؟ تمام. استهلاك الاصول غير الملموسه، ودي اخر حاجه، مفيش مشكله طبعا. طبعا الشهره وبراءه الاختراع والحاجات دي محتاج ان هي تتشرح في فيديو لوحدها، لكن انا بتكلم على اهلاكها بس. هل اصلا الشهره بتتهلك؟ اه. هو انا يا جماعه لو انا محل مشهور هي شهرتي دي دايمه؟ مش دايمه. انا لو ما طورتش في المحل بتاعي، جبت الات متطوره وعمال بيعرفوا يشتغلوا كويس، الشهره ولا لها لازمه بعد كده. يبقى الشهره بتقعد مع اسمي، ممكن يمشيني شويه، لكن مش اسمي لوحده اللي هيمشيني طول حياتي. يبقى الشهره بتهلك. قسط ثابت عادي، تعال نشوف المثال ده كده. الشركه اشترت براءه اختراع اللي هي برضو زي الشهره واصول غير ملموسه ب 500,000 جنيه، صرفنا عليها تسجيل في وزاره التموين او اللي هي التجاره الخارجيه زي ما حصل كده مؤخرا، المهم 100,000 جنيه او 10,000 جنيه. قدرت العمر الانتاجي لبراءة الاختراع 10 سنين. عند بيع البراءة دي او عند بيعها في نهاية عمرها ستباع ب 30,000. على فكرة دي القيمة الباقية اللي احنا بنسميها في الاصول الثابتة خردة، ما اقدرش اقول انها خردة بقى. يبقى الاصل ده لو بعت بعد 10 سنين هبيعه ب 30,000. تمام؟ اولا لازم اضيف رسوم تسجيل الملكية الفكرية عشان ما حدش يستخدم الاصل ده غيري. يبقى 500,000 زائد 10,000 510,000. هنحسب بقى اهلاك عادي، بس احنا الاصول غير الملموسه ما نقولش اهلاك، نقول استنفاد، نقول استهلاك، لكن اهلاك لا، اهلاك مع الاصول الثابته. يبقى اذا استنفاد هذا الاصل قسط ثابت عادي اهو، التكلفه 510، القيمه المتبقاه 30,000، هنجيب الصفحه تاني اهو، والعمر قد ايه؟ هو قال لي العمر كام سنه؟ 10 سنين، يبقى نقسم على 10 يدينا 48,000 في السنه. قيد عادي لما اجي اشتري مثلا من مباراه الاختراع الى النقديه، ولما اجي احسب الاستنفاد بتاع الاصل كل سنه من مصروف الاستنفاد الى حاجه من اثنين، يا اما تقلل البراءه مباشره الى براءه الاختراع، يا اما تقول الى مجمع الاستنفاد، وكده كده مجمع الاستنفاد بيطرح من براءه الاختراع في قائمه المركز المالي، واخر السنه بنقفل في حساب ملخص الدخل. اتمنى تكونوا استفدتم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه خاصه بالتسويات الجرديه. سلام عليكم.